عليكم طلاب الثالث متوسط واليونت السابع وملازمنا بيدنا على صفحة 199 والقلم بيدك وابدي احذف صفحة 199 كلها كل شيء ما نريد منها للامتحان. صفحة 200 عندك بس اسم الدولة والناشناليتي الجنسية كلش مهمة. إذا هذا حذف صفحة 199 صفحة 200 هذا إملاء. England English الجنسية nationality United States American Lebanon Lebanese Egypt Egyptian Spain Spanish Bahrain Bahraini France French فرنسي Canada Canadian Canadian Australia Australian Russia Russian روسي انديا انديان واخيرا جابان جابانيز. هذا تأشر املاء مرشح. تنزل عالجوال شرح المضارع التام راح نشوف تسجيل على صبورة الشرح مالته ونرجع نقلب الملزم هسه وياي طلاب على المضارع التام. الجملة طبعا المضارع التام هو شيء بدأ بالماضي وانجز وقت الكلام يعني شيء توه حصل هسه خلاص. شنو القاعدة مالته؟ اول شيء اذا فاعل الجملة اي أو ذي للجمع أو وي المتكلمين نحن أو يو فإذا الفاعل I أو ذي أو وي أو يو الفعل المساعد يجي have إذا الجملة مثبتة وإذا منفية نقول ذاك الوقت haven't يعني هذا have إذا مثبت وإذا عندي not أقول haven't انتبهوا. والفعل الرئيسي شي يجي وراء تصريف الثالث للفعل حسب الجدول اللي عندكم. أما إذا الفاعل كان he أو she أو it أو أي اسم مفرد فرح يكون الفعل المساعد has وإذا نفي hasn't إذا عدنا not وبعد الهاف والهاز بيب بيب تصريف الثالث للفعل. بالنسبة لظروف الزمان اللي تجي بالمضارع التام هي ever بمعنى هل ولو مرة تجي بالسؤال ودائما موقعها قبل الفعل الرئيسي يعني قبل البيب بيب قبل التصريف الثالث فراح تقول مثلا you ever eat Chinese food انت ماكل اكل صيني فتقول have you ever eaten Chinese food للسؤال معناها هل ولو مرة. have you ever been to England انت رايح الى انجلترا قبل ولا. اثنين never never يعني ابدا ولا مرة. الجملة اللي بيها never تعتبر منفية بس بدون not ما يصير not وهي جملة بيها never. مثلا I never see a puma شو راح أقول I have never seen a puma يعني ما شايفة أنا puma اللي هو النمر الأمريكي. just معناها توّن يعني فشي حصل للتو عندك يت يعني لحد الآن. وهذه دير بالك تجي بجملة منفية أو سؤال وتجي نهاية الجملة مو مثل الأفر والنفر والجاست والأوريدي ذني دائما يجون قبل التصريف الثالث بينما اليت تجي نهاية جملة لو منفية لو سؤال ومعناها لحد الآن. مثال الأول إذا عندي علامة أريد أنبه قبل ما نبدي نشرح إنه إذا عدنا علامة سؤال دائما نقدم الفعل المساعد على الفاعل فراح أقول لو هاف لو هاز بالبداية ثم الفاعل ثم التصريف الثالث للفعل فنقدم الفعل المساعد على الفاعل. بالنسبة للأمثلة اللي قدامك يلا تعال نركز ونحلها سواء أنا وياك. You ever visit طلاب مجرد شفتوا ever قولوا ever never just يعني have وhas وبيب بيب. زين أنت عندك you وعندك علامة السؤال رح تقول you have لو have you طبعا ست رح أقول have you ever have you ever والفيزيت شو تصير تصريف ثالث visited طبعا طلاب اللي فعل الايدي بالماضي هو نفسه بالتصريف الثالث. have you ever visited Japan have you ever visited Japan علامة السؤال. I never see a puma أنا ما شايفة بيوما أبد شو راح تقول ما طول never إذا have وhas وبيب بيب الآي تأخذ have راح تقول I have نزل never I have never التصريف الثالث للفعل see شنو seen I have never seen a puma. انزل على السؤال الثالث اللي يقول she not finish يلا فكرتوا لي بإجابته she not هاي آخر سؤال يعني. she not finish she not finish her homework yet طلاب وجود اليت هو المسعف مالتنا اليت معناها جملة have و has و beep beep مضارع تام فش رح أقول رح أقول she sorry she تأخذ she has فش أقول she has نفي شو تصير she hasn't finish شو تصير finished
She hasn't finished her homework yet. آخر جملة. They just write the invitations. كتبوا الانفيتيشنز الدعوات. توهم كتبوا الدعوات. وجود just دليل إنه الجملة مضارع تام يعني فاعل have أو has و بيب بيب. بما إنه عندك they فراح تقول they have. نزل الفعل المساعد الأفو ظرف الزمان. Just صارت they have. Just write إيش صارت written. They have just written the invitations. ننتقل هسه نقرأ الأمثلة على المنزمة بسرعة. إذن طلابي بعد الشرح عرفنا أن المضارع التام فشي تو وأنجز بدأ بالماضي وأنجز وقت الكلام، وعدنا أنه لازم I, they, we وتأخذ have و beep beep تصريف ثالث، والهي وشي والإت تأخذ has وتصريف ثالث، وبالنفي مثل ما حكينا بدل have haven't وبدل has hasn't. He hasn't finished his homework يعني بعده ما كمل ال homework. They haven't left the room yet. هاي أمثلة على جمل منفية. أما عند الاستفهام مش حكيت قبل شوية قدم الفعل المساعد على الفاعل. Have ويا الآي والذي والوي واليو تتقدم ويجي وراهم البيب بيب. أما has ويا الهي والشي والإت تتقدم ثم التصريف الثالث. مثال You clean your room سويها مضارع تام. You clean your room إيش راح تقول؟ حتقول sit. ما طول دي يقولي present perfect يعني يريدها مضارع تام، وأنا عندي you راح أقول have you. زين ليش قدمناها ما قلنا you have؟ نقول have you لأن ما طول عندنا علامة السؤال نقدم الفعل المساعد ونقول have you. والكلين شنو التصريف الثالث؟ cleaned. إذن have you cleaned نظفت your room غرفتك. رجعت وراها انتبه هذا الكلام راجع لي إياه توني قلته. ever never just yet already توني شرحته اقراه بالعربي وقدامك الأمثلة. هاي الكلمات دليل على المضارع التام. I see never a crocodile ما طول اكو never. I have never والسي شو تصير seen. I have never seen a crocodile. He has been to Canada يعني هو كان بكندا وتو راجع بالمكان. يعني الشخص إذا راح ورجع فهو been نقول، أما إذا راح وبعده مسافر نقول عليه gone بالتصريف الثالث. هذا الكلام كله واضح قدامك. تعال على تمرين الكتاب. أول شيء عندك املأ الفراغات. الجملة أي اكتب مرشح وزاري مهم جدا. هذا التمرين صفحة 201 نهاية الصفحة بالمنزمة. باوع وياي I was born in فراغ so my first language is French. ما طول لغتي French إذن I was born when in France في فرنسا. I usually cook أطبخ فراغ food like hot dogs because I am from the USA. ما طول هو من USA فإذن American. مدريد برشلونة and سيفيليا أشبيلية are famous Spanish tourist city مدن سياحية مشهورة في إسبانيا إسبانية. ودي I saw the great pyramid and the river Nile when I went شفت نهر النيل والأهرامات من كنت في فراغ إيجيبت مصر. مهم عندنا traditional بحريني foods include إذن الأكلات البحرينية التقليدية المشبوس والمحمر إذن بحريني. أوتاوا هاي أوتاوا كندا is the capital هي عاصمة فراغ. أوتاوا is the capital of كندا. كلش مهم التمرين. اجينا هنا اكتب أسئلة وأجوبة عما يلي. نكتب مهم يقول لك write a question. كوزاري ما يعطيكم إياه هيك، يعطيكم إياه بهالشكل يقول لك you ever buy ويكمل a souvenir. فش تقول؟ تقول have you ever bought a souvenir. هل اشتريت تذكار؟ يلا yes I have. Have you ever visited Morocco؟ ديلح عليك على have you ever تعلمها. Have you ever beep beep. عندك هنا no I haven't لا أنا لا. إذن have you ever been to Japan؟ No, I haven't. Have you ever seen Taj Mahal? إذن هنا ما تجي بهالصيغة اكتب السؤال، تجي أرتب هيشي you ever والفعل وش راح تقول have you ever ثم التصريف الثالث للفعل. ننزل على التمرين الورا. انت تشوفه شكله شفوي بس أنا أقول لك أخذه كتمرين على المضارع التام.
فراغي يو ايفر تو جابان وحاط لك بي مهم، حتقول هاف يو ايفر بين تو جابان؟ نو بات ماي سيستر فيزيت هاز فيزيتد زارتها. I eat or watch كل فعل نزله بفراغ حسب المعنى بالمضارع التام. I have eaten sushi and I have watched a lot of Japanese animals. نفس الشيء الفكرة بالأخير. وصلنا هسه إلى lesson 2 في صفحة 203. إذا أخذنا من 202 أخذنا تمرين الثالث، أخذنا التمرين القبل مع الفراغات والرابع. بس بالنسبة lesson 2 صفحة 203 كل شيء ما نأخذ منها بس اطلاع على المعاني، وصفحة 204 إعادة شرح المضارع البسيط والمضارع التام. أما باقي الشرح طلاب بلسن 2 دا يراجع لكم من جديد المضارع البسيط. المضارع البسيط شرحناه سابقا هواية، ما أرجع أعيده هسه، عندك بالفيديوهات القبلة، وعندك ظروف الزمان، انتبه ظروف الزمان أكو شيء اللي يحدد موعد يحدد وقت، يعني مثلا يقول tomorrow هذا حدد وقت، فاللي يحددون وقت مثل tomorrow in the morning هذه شو نسميها؟ سميها definite تعريفية، بس أكو indefinite ما توضح وقت، هاي هيك معلومات إلك خليها. نجي هنا على المضارع البسيط دا يذكرك I they we فعل مجرد، هي شيء تفعل بأس الشخص الثالث، ظروف الزمان بالمضارع usually و always كل حكي قديم. He often visit رح تقول he often visits يزور his friends مضارع بسيط. أما بالنفي بالنيجاتيف هاي قد اشتغلنا بالنيجاتيف بالنفي، إذا الجملة مضارع بسيط I they we يجيب don't وحط لي فعل مجرد، he she تجيب doesn't ووراها مجرد، she makes good sweet سويها نيجاتيف، حتقولي ما طول عندي makes فعل مضارع بأس الشخص الثالث، رح أقول she doesn't make she doesn't make good sweets ماكو تو good sweets. نروح على في حالة الاستفهام قدم الفعل المساعد على الفاعل، شيكوا لي ملازمكم. do ويا الاي والذي والوي واللي وراها مجرد. it does es هاي does عدلوا لي اياها طلاب does. it does طلابي it does ويا الهي والشي والات ايضا الفعل مجرد وراها. سؤال انتبه لنا مثال My brother likes football يحب كرة القدم سويها question ما طول أريد أسويها سؤال إيش راح أتصرف likes فعل بيأس يعني زمن الجملة مضارع بسيط أجيب من قلبي does مو do ليش لأن البراذر مفرد هو هي فش أقول does my brother أو your brother ترى نفس الشيء does my brother أو does your brother بس الفعل ورا does ال does أخذت الأس فلذلك الفعل ينزل مصدر مجرد. نجي على تمارين النشاط وش مطلوب من عندنا، نفتح الملازم. ملازمنا على صفحة 205. شنو المطلوب من عندنا هنا؟ طلاب هذه بس راجعوها معاني كلمات، هذه ما مطلوبة للحفظ. الكونتريز نيذرلاند لندن هذا كله ما مطلوب مراجعة معاني. تنزل على الورا ايضا شفوي ما مطلوب بكالوريا بس تعرف معاني كلمات مو تحفظ كل دولة شي يستخدمون بيها لان النص ما مطلوب للحفظ. تجي على السؤال الثاني ما مطلوب للبكالوريا. سؤال الاول والثاني كل ما مطلوب. تعال نلزم الملزمة ونأشر اني وياك ملزمتك صفحة 205 تحذف لي lesson 2 النشاط تحذف لي تمرين أي ما مطلوب بس اطلاع على المعاني. تمرين الوراء رقم 1 ما مطلوب. صفحة 206 تمرين رقم 2 ما مطلوب حذفه، ما مطلوب من أي طالب أن يحفظه. وسؤال الثالث كل شيء ما مطلوب عندكم من تمارين النشاط بلسن 2 غير بس الشرح مع المضارع البسيط، كل شيء ما مطلوب تمارين كلها ما ترهم تجي لأن النص أصلاً مو من ضمن النصوص المحددة للامتحان الوزاري. نجي على الوراء في صفحة 207 فوق أكو اكتب إنشاء عن الأعراف بالعراق customs in Iraq غير مطلوب، هذا للصف كنت أنطيكم إياه بس كبكالوريا حذف ما مطلوب. حتى باقي الصفحة مالت هذه المغامرات السفر travel adventure هذا ما مطلوب، يعني احذف لي من الملزمة كبكالوريا صفحة 205
و206 و207 كل شيء ما مطلوب منه. يعني لسن 8 بس تراجع به المضارع، العفو لسن 2 بس تراجع المضارع البسيط، وبالنسبة للسن 3 كله للاطلاع مو من ضمن القطع المطلوبة. تدرون القطع المطلوبة ياهو بس 2، Asian Games الألعاب الآسيوية و2 African Countries والدولتين اللي هي السودان وليبيا. هذا بس المطلوب كقطع تجي أسئلة وأجوبة عليها. فهذا بس اطلاع المعاني. إذا صفحة 207 أيضا شفوي بس معاني، 208 أيضا ويا كل حذف. تمرين النشاط أي بصفحة 208 حذف ما مطلوب. تمرين النشاط في صفحة 209 رقم 2 1 و2 كل حذف. 3 مطلوب، نتوقف يم 3 و4 هذني مطلوبات، فقط 3 و4 على مود نروح إلى لسن 4. لا مثل ما قلت لكم هذا ما مطلوب، هذا كل حذف. هسه أشرنا وصلنا 3 و4، 3 كلش مهم، حفظ إملاء كأتبة مهم مطلوب بالامتحان. إملاء هذا ما معنى exhausted؟ يعني مرهق، tired مرهق أو تعبان، حفظ إملاء. unexpected غير متوقعة، surprising شيء مفاجئ يعني. views يعني sites مشاهد. وعندك أيضا rescue اللي recovery الشفاء العلاج، هاي مطلوبة. هنا أيضا من باب الأمان، ولا أنت كان قلت لك عوفة، طبعا هنا اللي يقولك تحط ذيل وما تحط. إذا لاحظت أنه أسماء القارات ما نحط أمام هذا، أسماء الدول ما نحط أمام هذا، بينما الأنهار the Nile، the White Nile النيل الأبيض، the Mediterranean Sea البحر المتوسط، the Atlantic Ocean المحيط الأطلسي، the Red Sea البحر البحر الأحمر. إذا البحار حطينا ذا. الريفرز الأنهار سيز البحيرات كذا، فيكتوريا وناصر ما حطينا قدام هذا البحيرات. احفظ إملاء ليك فيكتوريا وليك ناصر. ديزرتس الصحراء ذا صحراء، الصحراء نحط لهذا. ماونتنز الجبال إيفرست قمة الجبل ما أحط لهذا، بس السلسلة الجبلية أحط لهذا، فإيفرست قمة جبل ما أحط لهذا. ماونتن جروبس يعني قمم الجبال ذا هيمالايا، أحط ذا هيمالاياز جبال الهيمالايا. وأخيرا سيتيز المدن مثل الخرطوم وأسيوط وكايرو ما نحط لها ذا. ونبدأ بلسن 4 والموضوع القواعد به مهم جدا، اللي هو حال مكان زمان. تسلسل الجملة لازم يكون ظرف الحال اللي هو أبو الإلواي، مثلا I walk أمشي slowly ببطء in the school بالمدرسة. إذن أنا عندي حال مكان زمان. ظروف الحال غالبا تنتهي بالLY. شون واحد يقول لك كيف، جواب كيف هو الحال، فأقول carefully quickly، carefully بحذر، quickly بسرعة، well هاي الwell مهمة لأن حال بدون LY. عندك الأماكن at home at school ظرف مكان، هاي كلها ظروف، ظرف مكان. at the concert بالحفلة السيمفونية. last night yesterday tomorrow هاي ظروف زمان. يجيب لك put in order رتب، يلا ركز وياي. they played in the garden loudly yesterday. حمزة حال مكان زمان، حمزة حال مكان زمان. هتقولي لي يلا واي حال، أحطها أول شيء. They played loudly بصوت عالي. وين المكان؟ In the garden. شو وقت؟ Yesterday. انتبه أكثر ظروف الحال تنتهي بالLY، carefully slowly وغيرها. تقسم ظروف الزمان إلى نوعين، هذا حكي عوفة هسه بعد للبكالوريا، definite و indefinite ما مهم عندنا. طلابي هاي ملاحظات إملائية من تجيك كلمة يريدك تضيف لها LY بسؤال الإملاء. noisy noisily، love lovely، true truly يعني بصدق، beautiful جميل beautifully، و wonderful wonderfully. هناك كلمات شاذة مثلا الجود بالLY تصير ويل، حطوها بدائرة مهمة. fast تبقى نفسها، مثل جود تصير ويل، fast تبقى نفسها. هناك ظروف حال كلمتين، هذا كله بالعربي مكتوب قدامك أمثلة عليه. تعالي على المرشح الوزاري. My friend صديقي sang very فراغ، ويقول لك مخربطات ورتبهن. راح تقول له well حال at the concert بالحفلة السيمفونية last night. إذن حال مكان زمان. I played happily ly
in our house مكان last night. استخدم الكلمات بالمخطط واكتب جمل هي عنها قدامك. We traveled happily ly to UAE للإمارات. خاف لعد مو هابي إذا رايحين للإمارات. last night إذن حال مكان زمان. بعد هاي أمثلة كلش مفيدة للامتحان. The children الأطفال played loudly بالLY in the garden مكان all day زمان. My brother read quietly in our house after dinner. إذن read quietly in our house مكان after dinner. املا slow slowly easily ILY. Happy, happily, true, truly, L-Y. Anger, angry, angrily, I-L-Y. Good, well. Sammy played well in the race last week. Lo, last week, well in the race. سلسله حال مكان زمان. راح تقول well in the race last week. وراها مازن drove, يسوى. Carefully yesterday in the trip. Look carefully in the trip yesterday. حال مكان زمان. Carefully in the trip yesterday. عندك Jane drove his car carefully in the city yesterday. No yesterday carefully in the city. لاست أقول carefully in the city yesterday. حال مكان زمان. تجي على وراها TV presenters مقدمين البرامج have to speak clearly يجب أن يتحدث بشكل واضح حتى يفهموا. نجي على تمارين النشاط وملازمكم. نجي على ملازمنا في صفحة 212 تمرين الأي شفوي حاذفته أصلا. تمرين رقم واحد مهم املأ فراغات مهم ممكن يجي اكتبي عليه مهم قبل ما نقرأ. تمرين صفحة 213 اجب عن الأسئلة هاي على الحال يعني للاطلاع نقول. بس سؤال الثالث مرشح جدا مهم. سؤال الثالث جدا جدا مهم طلاب على مود ننتهي من lesson 4. ننتهي بعدها ان شاء الله من lesson 4. انتبه وياي. clearly بوضوح carefully بحذر slowly ببطء. رأسا راح اقرأ لك النص ده نملأ به الفراغات. TV presenters مقدمين البرامج have to speak يجب أن يتحدثوا فراغ clearly بوضوح so that people can understand them easily حتى الناس تفهمهم بسهولة. They should also try to say everything لازم يقولون الأشياء in an interesting way بطريقة ممتعة. Another important thing شيء آخر is that they choose their words لازم يختارون الكلام اللي يقولوه carefully بحذر so that they do not give any incorrect information حتى ما ينطون معلومات غير صحيحة. On the telephone بالتليفون you should usually speak شلون تحكي in a friendly way بطريقة ودودة so that the other person حتى الشخص الآخر feels comfortable يشعر بارتياح. If the other person is speaking too fast, إذا الشخص المقابل يحكي وياك بسرعة, you can say, تقدر تقول له politely, بطريقة مؤدبة. شو تقول له? Could you speak more slowly? تقدر تحكي ببطء هاي بقلبكم ده تقولون خلي أنا هم أحكي ببطء. Please, if they are speaking too quietly وإذا تحكي كلش بصوت ناصي وبهدوء you can say I'm afraid I can't. إذا العفو ده يحكي بصوت ده يحكون بصوت ناصي وبهدوء تقدر تقول I can't hear you. Could you speak up please? Speak up يعني علي صوتك. تجي على التمرين البعده أجب عن الأسئلة مستخدما ظروف. هذا بصراحة يعني هو ما يرهم يجي بس ما نريد نتركه. They went to the market by bus. How did they travel? كيف يتنقلون? By bus. اللخ. She didn't want to break any eggs. ما تريد تكسر البيض. How did she carry the eggs? شون كانت شايلة البيض? Carefully. بحذر. وعندك how did he speak? كيف يتحدث? Clearly. تعال على المهم الصدق. Put in order. رتب لكتابة جملة صحيحة. أي the children الأطفال happily played in the garden كمل راح تقول the children الأطفال
حمزة حاء المكان زمان. The children الفاعل played الفعل وورا الفعل ابدي حاء المكان زمان. The children played happily in the garden all day. حاء المكان زمان. رقم اثنين عندك we usually read نقرأ كمل حاء المكان زمان. ما عندك عندك quietly حال بهدوء in our house مكان after dinner الوقت بعد ال dinner العشاء. See I to إمارات مدري شنو I traveled by bus الحال by bus to the إمارات in the holiday بالعطلة. بعد هاي كلش مهمة سي ترى لأن ما بيها ly وبيها حال by bus. عندك هاشم patiently had ابدي هاشم had to wait يجب أن ينتظر patiently at the hospital for a long time لازم يصبر patiently بصبر حال at the hospital مكان for a long time زمان طول مدة زمنية. People usually in London to work travel by ابدي people who live in London usually كمل travel to work يذهبون للعمل شلون by underground بواسطة الunderground المترو. عندك F carefully homework his غيرها رح تقول مناف does يفعل his homework يسوي الواجب مالته carefully حال after supper بعد العشاء. Last night played music الجواب my brother played music ابدي very شنو loudly حال last night زمن loudly last night and my father بابا shouted صيح عليه angrily at him. والأخيرة Jude usually starts school at 8 يبدي دوامها جود بثمانية أكلوك and finishes at 3 أكلوك وتكمل بثلاثة. إذن هنا ننتقل إلى lesson 5 شلون نعتذر من دست على رجل أحد شو تقول له دي الله قابل شو أسوي لك تريد تقول له I'm sorry يا طلاب بس يقول لك apologize اعتذر. وين هي كلمة apologize باش كبرها هي أنا apologizing اعتذار بس واحد يقول لك اعتذر apologize فعل الأمر ما بي ing اعتذر apologize رأسا نقول له I'm sorry هي آنها للاعتذار نقول I'm sorry too مثلا جاي متأخر I'm sorry to be late I'm very sorry to be late نسيت عيد ميلاد أحد عزيز عليك I'm sorry to forget your birthday أو I'm sorry for forgetting نسيت. إذن الفور وراها ING والتو وراها مصدر وبس I'm sorry كافي بس I'm sorry تأخذ درجة إذا قال لك اعتذر بس إذا قال لك I'm sorry to وراها مصدر with a for وراها ING مثال I'm sorry for forgetting your birthday كلش آسف نسيت عيد ميلادك. زين الواحد إذا قال لك I'm sorry for forgetting your إيش راح تقول له راح تبدي ترزله لو راح تقول له يلا that's okay ما يخالف بس تمقهور كده راح ترزله بعدين ورا ما يخلص الدرس فتقول that's okay أو أقول don't mention it يلا لا ديربان. إذن شنو الريسبونس الرد للاعتذار من واحد يقول لك I'm sorry حتقول له that's okay أو تقول له don't mention it. زين ست أقول ورد اعتذارات مو على شيء سويناه مثلا فشي ما سمعنا ده يحكي الأستاذ وإحنا ما نسمع pardon من تقول له pardon إيش راح يسوي راح يعيد الكلام. إذن هسه إذا شخص اعتذر لك إيش راح تقول له that's okay يلا ما يخالف don't mention it لا تدير بال ما مهم hey دست على رجل أحد عاطبيك hey you just knocked into me أثرت بي إيش بيك I'm sorry صدق والله I'm sorry يلا ما يخالف that's okay I'm so sorry I just knocked you back يلا لا تهتم don't mention it ها هي كلش صعب مو نمط الأسئلة الوزارية إيش راح يقول لك apologize اعتذر to your teacher for being late اعتذر لأستاذك عن التأخير I'm sorry to be late كلش كافي
I'm sorry, I have just dropped some water on your shoes. يعني شبيت ماي عليك. راح تقول that's okay. Oh, don't mention it. Did you bring the book I asked for? جبت لي الكتاب انت ناسي. راح تقول له oh, I'm sorry, آسف. زين. عندك هنا إذا عبارة لم تسمعها جيداً إيش راح تقول يا كلمة؟ pardon. Pardon. فالمقابل راح يعيد الكلام. مثال. الأستاذ قال open your books افتحوا الكتب at page 43 43 please. أنت ما سمعته. إيش قلت للأستاذ؟ pardon. عاد لك قال لك 43. اتفقنا؟ دورات شيء خبر سيء تسمعه تقول له للمقابل I'm sorry. آسف يعني مقهور عليك. مو بقصد تعتذر له. قصد أنت حزين على موده. I have a bad headache. عندي صداع. Oh, I'm sorry. Can I get you anything? أجيب لك فتشي. أوف هذا الحكي كله وبعوش رح يجيكم بكالوريا. حيجيكم هذا. حيجيكم النماذج مال apologize اعتذر ورح يجيكم هذا. هذا أهم شيء. انتبه وياي. Hey, you just knocked my bag on the floor. وقعت الجنطة. القاع. شرح تقول له. تقول له I'm sorry. لو that's okay. حتقول له I'm sorry. بعد. I'm so sorry for forgetting your birthday party. آسف لأن نسيت حفلة عيد ميلادك. Pardon? شنو؟ عيد الكلام؟ لو تقول له don't mention it. يلا لا دير بال. My stomach معدتي feels really sore. معدتي متألمة وملتهبة ومريض وش حالني. يلا that's okay. لو تقول له I'm sorry. والله يعني مع الأسف أنا مقهور عليك. I'm sorry. بعد. Would you like some tea? فراغ. Pardon, لو don't mention it. وكمل قال I said, would you like some tea? عاد الكلام. فإذا شنو كان الاعتذار؟ Pardon, حتى يعيد الكلام. Did you bring the book I asked for? جبت لي الكتاب. Oh, I'm sorry. آسف نسيتك. Pardon, I'm afraid I didn't hear you the first time. ما سمعتك. Don't mention it. أو راح تقول that's okay. I'll say it again. That's okay. I'll say it again. راح تعيد الكلام من جديد. اجيت على هذا التمرين. التيتشر قال do the activities page 17. ما سمعتش راح تقول له pardon. التيتشر قال page 17 للهومورك. I'm so sorry to hear that for you. هذا غير مثال. هاي أمثلة أخرى. بس تراجعوا لنا إياها. وجينا هسه على الماضي البسيط والمضارع التام. والموضوع اثنيناتهن الدرس يعني الماضي البسيط شرحناه والمضارع التام شرحناه. ترجعوا على الفيديوهات القديمة وتراجعوا زين وتبدون منها تكتبوا لي القاعدة ونشيك سوا أنا وياكم المكتوب بالمنزمة. صفحة 216 بالمنزمة. مضارع التام شرحناه والماضي البسيط شرحناه وباوع الفرق. فاعل فعل ماضي تكملة جماعة الماضي. yesterday last ago شيء حدث بالماضي. يكون ظرف الزمان كلمة تدل على ماضي. I lived in that house when I was 6 years. من كان عمر 6 سنين أنا عشت بهذا البيت. عند النفي بالماضي كنا نقول فاعل didn't وفعل مجرد. I didn't see him yesterday. بالاستفهام كنا نسوي بالماضي قدم الفعل المساعد على الفاعل. did فاعل فعل مجرد. Did you see the film yesterday? أما المضارع التام أيضا شرحناه بدرس سابق. قلنا إنه فاعل have و has و beep beep و ever never just yet already. والفرق بالمعنى إن الماضي فشي صار قديم بينما المضارع التام شي بدأ بالماضي وأنجز وقت الكلام. ظروف الزمان بالمضارع التام ever never just yet. لا تنسى دائما بنهاية الجملة. هذا كل الحكي شرحته. لا تنسى كل الزين بقى هاي الأمثلة على المضارع التام. I have never seen a horror film. أنا أبد ما شايف فيلم رعب. سؤال Have you ever been to France? ثلاثة He has just finished his work. Just finished. وشي hasn't visited her friends yet. هاي أمثلة حلوة على المضارع التام. ترجع تراجع جدول التصاريف المصدر الماضي التصريف الثالث. مصدر ماضي وتصريف الثالث. تجي على كتاب النشاط الكلام معاد انه هنا دا يقولك طبعا تمرين هذا احذفه. تبع وياي على صفحات الملزمة. خاف اني شوية بادية اغير بالتسلسل. باوع امي. عندك صفحة وصلنا 218 عندك التمرين رقم 3. طبعا 1 و 2 انا شايلته اصلا استماع. رقم 3 حذف كل شيء لتاخذ منه ما يفيدك بالبكالوريا. رقم 4 مهم جدا جدا راح نقراه سوا. My brother فراغ in Egypt for 2 years. ما طول عندنا 4 طلابي هي عن التمرين. My brother فراغ in Egypt for 2 years. من عندنا سنس و 4 عالتام.
ما طول بي يعني تام بسيط، فأقول my brother ياخذ has will be شو تصير been in Egypt for 2 years. الثانية وين متى؟ you to Kenya استفهامية. الوين غالبا تسأل عن شيء حصل بالماضي، فتقول when did you go to Kenya، ويبقى مصدر لأن did وراها مصدر. فراغ your pen friend ever، وجود الever خلاك تعرف انه هاف وهاز وبيب بيب مضارع تام. ولان يور فريند مفرد فما نقول هاف، شو نقول؟ هاز يور بين فريند ايفر فيزيتد يو، فيزيتد تصريف ثالث. دي وير اين يو ليف يور كار لاست نايت، وجود اللاست نايت، وعندك اداه سؤال وير ديد يو، بس ديد ما يصير وراها فعل ماضي مصدر مجرد. وير ديد يو ليف يور كار؟ I have never seen a crocodile. وجود never خلانا نقول فاعل have أو has و beep beep. فنقول I have never seen. أنا أبد ما شايف crocodile اللي هو التمساح. القطعة هنا في صفحة 218 و219. هذه شرح المبني للمجهول، شرحته سابقا، ما رح أعيد الشرح مرة أخرى، تقدر ترجع له بفيديو سابق، بس رح نقرأ الأمثلة. الدرس مكرر، المعلومات الموجودة بالدرس بصفحة 218-219 النقاط ما مطلوبة للحفظ، لكن المطلوب الموضوع موضوع القواعد اللي هو الباسيف فويس المبني للمجهول بالمضارع البسيط والماضي البسيط. نقلب ما لازمنا سوى، احنا هسه ب 219 و220 ورح نوصل وياها ب 221. انتبه وياي يا أمي، أول شيء عندي القطعة غير مطلوبة للحفظ، هاي القطعة معاني للإطلاع ما عليك بيها. أول شيء رح نبدي طلاب بالمبني للمجهول، الدرس معاد بالمضارع البسيط، مفعول به is أو are أو am من قلبنا، وتصريف ثالث للفعل. طريقة الحل بالمضارع، قدم المفعول به is أو are أو am حسب ما يلائم المفرد والجمع، اكتب صيغة التصريف الثالث للفعل. They grow cotton at and sugar بالسودان، ايش راح تقول؟ نزل المفعول به cotton and sugar المفعول به، ولأن cotton and sugar جمع ما راح أقول is، أقول are. والgrow شنو التصريف؟ grown. إذن هي أنا الحل cotton and sugar are grown وين؟ بالسودان. هذه جملة. ثانيا عند تحويل الجملة إلى صيغة مبني المجهول بالماضي، باع الماضي فاعل فعل ماضي، جملة الأصلية they built فعل ماضي، ايش راح تسوي يا أمي؟ that city meet years ago جملة بالماضي. كل ما هنالك نفس الطريقة القديمة، قدم المفعول به بس ما تجيب الزوار، ايش راح تجيب؟ low was low were والتصريف الثالث للفعل. الكلام بالعربي مكتوب عندك بالملزمة. نبدي بالمثال الأول. A new technology used for extracting oil، تستخدم التكنولوجيا الحديثة لاستخراج النفط. present passive يريده مبني مجهول مضارع، فش راح نقول a new technology مفرد is will be used for extracting oil. many mobiles thrown away، كثير من الموبايلات يعني يتخلصون منها لأن تخرب ويذبوها. past simple passive إذا مبني المجهول بالpast بالماضي، فرح تقول many mobiles جمع، تحط was where where للجمع، thrown away كثير منها يتخلصون منها ويشمروها. التمرين المهم للبكالوريا هنا، يعطيك الفاعل مفعول به ويعطيك الفعل ويقول لك يلا سويها باسف، كل اللي عليك. بالمضارع راح تحط له is low are والتصريف الثالث للفعل، وبالماضي راح تحط له was low were والتصريف الثالث للفعل. نقرا كم مثال. A new technology used for many for extracting oil، سويه بالماضي A new technology was used، بينما بالمضارع A new technology is used. انزل على الورا. Eco-friendly cars، ايش راح نقول؟ invented. إذا بالمضارع eco-friendly cars are invented، بينما بالماضي were invented. نفس الشغلة. Too many mobile phones جمع، بالمضارع are thrown، بالماضي were thrown، وإلى آخره نفس الكلام. جيت على السؤال الثاني اللي بعده هنا، هذا حذف غير مطلوب لأن الدرس مو من ضمن اللي طلبوها منكم كبكالوريا، إذا حذف. يعني يا طلاب صفحة التمرين ملخة الملزمة 221 حذف كل التمرين الثاني مال القطعة كله حذف. نجي على Asian Games. Asian Games طلاب
طلابي الايجن جيمز الالعاب الاسيويه، هذا الدرس المطلوب للامتحان الوزاري. ايجن جيمز الالعاب الاسيويه، طبعا انا عندي فيديو عليه وحده شارحته، ومع ذلك انتبهوا ترى اجتني تصحيحات من التربيه قبل ايام، يعني ورا امتحان نص سنه اجتني تصحيحات بالجمل. انتبه وياي اشوف عندك يعني باوع الحل النموذجي هسه. هذا النص مال القطعه وترجمته عندك، راح انزل لك فيديو اذا تريد تقراها للقطعه، ما تريد اقرا وياي بس الاشياء المطلوبه. مهم جدا وزاري اسئله اثرائيه، الاثرائيه احذفها لان التبليغ يقول انه الاسئله راح تجي من تمارين الكتاب، فهاي الاثرائيه شيلها احذفها. معاني كلمات صفحه 224 كلها شيلها ما اريدها. اجينا على صفحه 225 وهو السؤال المرشح راح يجي منه بكالوريا، ومهم جدا جدا. عندك سؤالين، يعني سؤال بي والسؤال الاول complete the table، اكمل الجدول. فباوع وياي هذا حذفناه. منا نبدي. How often do the games take place؟ كم مره تحدث الالعاب الاسيويه؟ Every 4 years، هذا راح يجيكم بكالوريا. كم مره تحدث الايجن جيمز؟ How often؟ Every 4 years. الجواب every 4 years. When did they begin؟ شو وقت بدت؟ 1951. شو وقت بدت الآسيوية؟ 1951. يابا وين بدت؟ بالهند. Whose idea was it hold؟ كانت فكرة من الأيجين جيمز؟ إنديا. شوف يعني ايش قد سهل. How often؟ كم مرة تصير؟ every 4 years. When؟ متى أول مرة؟ first time begin بدت؟ 1951. Whose idea؟ فكرة يا دولة كانت؟ إنديا، الهند. لعد ما طول هي فكرة الهند، إذا where were the first game؟ أول ألعاب أقيمت وين؟ In India، New Delhi بالهند. سؤال الخامس، where and when were the last games held؟ آخر الألعاب، طبعا هذا تحدث آخر الألعاب. آخر لعبة وين كانت؟ كانت جاكرتا and Palembang، إندونيسيا. In إندونيسيا 2018. إن إندونيسيا 2018 كافية. جاكرتا أم بايلمبانج إندونيسيا 2018. Has Iraq won؟ هل فاز العراق بجوائز؟ Yes it has، كافي. They يقول what are they؟ ما دي يقول. Has Iraq won any medals in the game؟ Yes it has، كلش كافية. Iraq has won 7 gold و 17 medal، تريد تقولها تريد 17 medals سيلفر و 23 برونزية، تريد تقولها تريد ما تريد ما لازم. يقول لك has Iraq won، هل فاز العراق؟ yes it has. تجي على المهم جدا المرشح، عنوان title Asian Games عوفة حذف. what was the idea؟ ما هي الفكرة ما وراء إقامة الألعاب الآسيوية Asian Games؟ what was the idea behind the Asian Games؟ ما هي الفكرة behind the Asian Games؟ it was to build international friendship through sport، بناء علاقات صداقة دولية من خلال الرياضة. it was to build international friendship through sport. it was to build international friendship through sport. international friendship through sport. سؤال البعده، How many silver medals has Hong Kong won؟ هونغ كونغ أخذت 79 ميدالية فضية. D. Where were the 1998 Asian Games held؟ وين أقيمت دورة الـ 98؟ بيا دولة؟ In Bangkok, Thailand. كانت في بانكوك في تايلاند. When were the Asian Games held in Busan؟ شو وقت أقيمت الدورة الآسيوية ببوسان؟ سنة 2002. كلمات جديدة احذفها ما أريدها. تجي على الترو والفولس، وانتبه مهم جدا ترى حتى غيروا يعني حدثوا بالتربية دزوا تصحيحات على الأجوبة بالجايد، فانتبه وياي على الأجوبة الصحيحة. سؤال الأول، South Korea، كوريا الجنوبية has won the most medals، أخذت أكبر عدد من الميداليات، فولس. اثنين، Iraq has won more gold medals than Macau، العراق أخذ more أكثر ميداليات ذهبية من ماكاو، صحيح. C. India has won more medals than Iraq. الهند أخذت ميداليات أكثر من العراق. طبعاً. True. D. Korea has won. Korea كسبت فازت more gold medals than Iraq. لا غلط. كوريا عندها واحدة بس ذهبية. العراق عندها 7. False. Japan has won the most bronze medals. اليابان أخذوا أغلب البرونزيات. صح. Vietnam has won fewer gold medals than Lebanon. فيتنام أخذت أقل ذهبية من لبنان. True. صح.
عمان and Brunei have won the same number of medals. نفس عدد الميداليات طبعاً true. أخذوا نفس عدد الميداليات 4 أتذكر يمكن. إحنا بس هاي بعد خلص هاي مراجعات أنت قارن بين الدول انتهى. دولتان أفريقيتان اللي هي two African countries اللي هي السودان وليبيا. طلاب الدرس مطلوب سؤال وجواب للامتحان الوزاري. ما أشرح القطعة رح أنزل لك صورة الفيديو مالتها بس رأساً رح نروح على التمارين تجي بكالوريا. يلا أمي افتحوا لي ملازمكم. ملزمتك على نفتح ملازمنا المطلوب من عندنا كبكالوريا. ملزمتك على صفحة 230. يلا 230 سؤال الأول مهم جدا، الثاني مهم جدا، الثالث مهم جدا، كلها مهمة مع الأسف. طبعا هو الثالث هو إعادة للثاني، يعني إعادة للجمل، يعني هو الأول والثاني. أوكي بالنسبة سؤال الثالث قلت لك إعادة. سؤال الرابع احذفه احذفه نهائيا لا تجيمه. سؤال الخامس هو الإنشاء المطلوب للامتحان الوزاري، يعني من يونت 7 أكو عندنا بهذا اللسن همين القطعة المطلوبة وهم سؤال الإنشاء المطلوب، يعني دسم درس دسم مليان درجات. فراح نروح أول شيء سب ملازمنا مثل ما قلت لك صفحة 230. الأول مهم والثاني مهم، الثالث مكرر إله، الرابع حذف، الخامس هو الإنشاء المطلوب للامتحان. وننتقل على الشاشة شوفوا وياي. Which country is bigger؟ يا هو بلد أكبر السودان لو ليبيا؟ السودان أكبر. Which one has fewest people؟ أقل ناس سكانه أقل طبعاً ليبيا سكانهم أقل من السودان. What do they have in common؟ شنو الشيء المشتركين بي؟ اثنينهم African country، اثنينهم speak Arabic، كيفك؟ تجي على true false. ليبيا is mostly desert. أغلب ليبيا mostly هي صحراء. True. صح. It is always دائماً 100% دائماً هي hot ما بيها ولا شوية cold. لا غلط. دورات تصير باردة بالشتاء بالشمال. It is always very hot there. False. There is no agriculture. ما بيها زراعة. False. شلون ما بيها زراعة؟ It produces تنتج النفط طبعا. ملكة النفط ليبيا. ليبتس ماجنا هاي المدينة التاريخية. Is a modern city. مدينة حديثة. شلون مثل بابل هيك أشياء يعني قديمة. إذا false. Sudan has a coastline. السودان بيها شريط على البحر المتوسط. بيها شريط ساحلي على البحر المتوسط Mediterranean Sea. السودان وين والبحر المتوسط وين؟ غلط false. Capital is خرطوم. عاصمة السودان خرطوم صح. It gets most of its water. تاخذ أكثر المي مالتها من البلو نايل من النيل الأزرق. لا غلط. ليش بس النيل الأزرق؟ نيل أبيض والنيل الأزرق والنيل كله. It produces تنتج القطن والشجر والقم Arabic الصمغ العربي true صحيح. نجي هسه طلابي على صحح الجمل. هاي إعادة تقدر حتى تقراها هي إعادة للجمل الخطأ بس مكتوبة بشكل صحيح. هذه الجمل مهمة تراجع لي إياها حتى يجوز تجيك فراغات. أما بالنسبة للسؤال الرابع احذف شيله. والإنشاء المطلوب write about a country اكتب عن بلد. الكونتري هو العراق. نبدي إيراك تترك مسافة وتكتب العنوان إيراك. إيراك is a large country بلد كبير. Which two with two great rivers be نهرين عظيمة تايغرس ويوفرتز نهري دجلة والفرات. There are a lot of high mountains أكو بي جبال عالية in the north بالشمال. And flat grassland وأماكن تصير يعني سهلة أماكن شلون نسميها سهول سهلة زراعية in the middle. In the Middle East اللي هي مناطق سهلة زراعية في in the middle and sorry in the middle and the south في الجنوب والوسط اكو مناطق سهلة زراعية grassland. The capital of Iraq عاصمة العراق is Baghdad. More than 45 million people live in Iraq. نفوسنا حوالي 45 مليون. They grow يزرعون الديتس التمور ويت الحنطة الرايس الرز. Oil is the most important industry in Iraq. النفط هو أهم صناعات النفطية أهم شيء بالعراق. In Iraq there are a lot of historical tourist cities مدن سياحية العفو مدن تاريخية للسياح مثل بابلون وأور والحضر. هذا إنشاء تأخذ عليه درجة كاملة. كتبنا عن العراق خلص اللسن رحنا عن نشاط.
هنا عندنا الراوند اب، مراجعة مهمة جدا. أشر وياي ملزمتك بيدك. طلاب حبيبي، الراوند اب 232 اللي هي من كتاب الطالب شلتها، حذفوها، رحت على الراوند اب المطلوبة صدق بكتاب النشاط صفحة 233. إذا احذف 232 للوزاري، بقي لي بس 233. 233 أول شيء كل دولة والجنسية، حفظ املاء. إنجلاند إنجليش، فرانس فرنج، كندا كنديان، رجا رجان، جابان جابانيز، سبين سبانيش، قطر قطري، ولبنان لبنيز. معاكسات، حفظ املاء مهمة جدا. هابيلي بسعادة، ان هابيلي مو بسعادة. سلولي ببطء، كويكلي بسرعة، فاست. بادلي بسوء، ويل بشكل جيد. كامفتابلي بطريقة مريحة، ان كامفتابلي مو مريح. in a friendly way، in an unfriendly، يعني friendly عكسها un، you an unfriendly way. تعال املأ الفراغات بظروف من هذه الصفات، يعني quiet تنكتب quietly حتى تصير ظرف. dangerous dangerously، clear clearly، و careful carefully، واكتب جاي وزاري. TV presenters have to speak clearly، يجب أن يتحدث بشكل واضح. When I speak quietly، بنحكي بهدوء. My teacher says، الأستاذ يقول لي speak up، علي صوتك. You should، هاي من واحد ما يعرف يريد يحكي على كيف حتى الأستاذ ما سمعه. زين. You should always drive carefully، يجب أن تسوق بحذر. If you drive dangerously، إذا تسوق بخطورة وبرعونة يعني، you might have an accident، قد تصاب بحادث. وصلنا إلى together for a better school، القطعة قصة الستوري تايم طبعا مطلوبة وزاري، وهي آخر ستوري تايم بالكتاب. ما أشرحها بهذا الفيديو، أنزلك على القناة الفيديو القديم اللي شرحتها بي. هذه الأسئلة كلش مهمة. سؤال الأول، Why did Ammar call his friends؟ ليش صح Ammar أصدقائه؟ Because he needed help، يحتاج مساعدة، to clean up the messy school، حتى ينظفون ground، أرض المدرسة المتسيخة. What was the students reward؟ شنو كانت الجائزة مال الطلاب؟ They received certificate، شهادات. They were made environment ambassadors، أصبحوا environment ambassadors، أصبحوا سفراء للبيئة بالمدرسة. روحوا على الأسئلة المطلوبة، شيل القطعة، عوف روح افتح لي ملزمتك. هاي القطعة هي مترجمة. وصلنا هنا، يلا وصلنا هنا. اوكي، اذا هاي ترجمة القطعة كلها عوفها. تعالي على المهم. السؤال الاول مناقشة للصف، عوفه ما مهم. السؤال اللي يجيك منه بكالوريا، سؤال الثاني ملزمتك. اول شيء عوف القصة كلها، عبرها، بس اخذ لي السؤال الاول والثاني اللي صفحة 234 مثل ما هسه قريته. عوف هسه 5 و6، تعال على 237، أخذ السؤال الثاني مكتوب لي فوق مهم جدا وزاري، رح نقراه هسه أني وياك. يلا نبدي. بسم الله. عمار سو فراغ وين هي ووكت باس ذا سكول، شاف عمار من فات يم المدرسة، شاف ميسي سكول جراوند، أرض المدرسة متسخة. True or false، عمار couldn't tidy the school ground alone، ما قدر يرتب المدرسة أرض المدرسة وحده. True. Who brought the lawn mower، منو جاب هاي الآلة مال قص العشب؟ طبعا أخوه فهد جابها، فهد's brother. آية، لو أخت آية knew someone، تعرف شخص who could bring new plants، يقدر يجيب لنا نباتات جديدة. طبعا آية، احنا شو معرفنا بأخت آية المن تعرف؟ آية قالت أنا أعرف أحد يجيب لنا نباتات. Complete the sentence، أكمل الجملة التالية. The teachers، الأساتذة، and parents، وأولياء الأمور، were delighted، فرحانين، and impressed، معجبين، with the students' hard work، بعمل التلاميذ. What happened to the students when the term began؟ صار سووا لهم الطلاب من الفصل الدراسي بدأ. They received certificates، استلموا شهادات تقديرية. And they were made، وأصبحوا ambassadors for the school، وأصبحوا سفراء للبيئة بالمدرسة. احتفلوا، رح نخلص.
وصلنا إلى صفحة 237 خلصت، 238 كلها حذفوها، ترى حذفوها هاي أشياء من الكتاب القديم ما مطلوبة انشالت حذف. 239 اليونت 8. إذا الحمد لله انتهى يونت 7 ونكمل إن شاء الله درس القادم والأخير مع يونت 8. Thank you.